هذه النقود التي تمثل جزءاً من الجنيه المصري والمعروفة شعبياً باسم الفكة لا تمثل الكثير للبائع أو المشتري، لكنها أصبحت نقطة جدل في المجتمع المصري بعد أن اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي تسليم الفكة من معاملات البنوك للاستفادة بها في مساعدة الناس. مبادرة الرئيس السيسي انضمت إلى مبادرة سابقة بالتبرع لصالح المشروعات التي تنفذها الدولة. يعني أنا بس في شيك ب 1255 ولا ونص ولا 80 قرش وأي حاجة، ما أقدرش أخد الفكة دي، ده يحقق رقم كبير جدا نحطه في مشاريع زي كده. مبادرات يرى البعض أن من شأنها دعم الاقتصاد لاحتواء التضخم وأيضاً لتحقيق استقرار اجتماعي من خلال تمويل مشروعات اجتماعية. باجي بلم فلوس من الناس، الناس هتقولك هتعملي بيهم إيه؟ أقولك أديني عملتلك أهو سكن نظيف ومدارس نظيفة وعملتلك علاج، يوم يحصل استقرار اجتماعي. أول ما يحصل استقرار اجتماعي الشباب اللي موجود واللي هيطلع غيره يقدر يروح يشتغل بقى عند المستثمرين الجداد دول وهو مرتاح. لكن آخرين اعتبروا أن هذه المبادرات غير مجدية في ظل تنامي نسبة الفقر بين المصريين والتي تقترب من ثلث عدد السكان وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. التبرعات لا تبني الدول. الاقتصاد المصري في حاجة لعمليات تنشيطية لمصادره من الدخل الأجنبي. الجدل حول المبادرة الجديدة انتقل إلى الشارع الذي انقسم بين مؤيد ومعارض لهذه المبادرات الموجهة إليهم بالأساس. لازم نقف جنب مصر، وإحنا مش بنقف، معلش مع الاعتذارف اللفظ اللي هقوله، هو السيسي يا رب ربنا يديله الصحة ويخليه في المدة اللي قاعد فيها أو اللي بعديها قاعد فيها، مش مشكلة، المشكلة إن أنت مصر باقية مش هو اللي باقي. أنا عايز أعرف الفلوس دي بتروح فين أساسا، وليه ما نبدأش إحنا نعلي الاقتصاد بتاعنا عشان الصناعة واقفة. ومهما كانت حجج المؤيدين والمعارضين للمبادرات التي تطالب المصريين بالتبرع لدعم اقتصاد البلاد لإصلاح الوضع الاقتصادي الراهن، فإن خبراء اقتصاديين يؤكدون أنها ليست كافية ولابد من وضع آلية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. دميانة سعد، الحرة، القاهرة.